السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. انا رانيا الجهري، اللي اول مرة تشوفني بقدم لكم وصفات واكلات، يا رب تعجبكم. ولو عجبكم وصفاتي واكلاتي اشتركوا في القناة دلوقتي وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزله على القناة، ولايك وشير الفيديو لو عجبكم. النهاردة هنعمل وصفة حلوة جدا ولذيذة جدا جدا، اللازانيا الايطالية على اصولها، بناكلها بره في المطاعم بأسعار غالية، احنا هنعملها في البيت بأقل التكاليف والطعم تحفة. هنبدأ نعصج اللحمة الأول، لأن هي أول حاجة هتاخد وقت وسوى. هبدأ أحط معلقة سمنة، بعد كده هنزل بالبصل، هديها تشويحة سريعة. هي بصلة كبيرة، وهنزل كمان باللحمة، ده كيلو لربع لحمة، وهبدأ أغلفهم مع بعض والنار عالية. لازم أقلب اللحمة علشان ما تكتلش مني، وأخليها تفك مني، علشان أول ما اللحمة بتحس بالنار بتشد مع نفسها وتمسك في نفسها. هقلبها كده، خلاص بعد ما اللحمة نزلت السوائل بتاعتها وامتصتها، شايفينها عاملة ازاي؟ ده كله بمعلقة السمنة البلد اللي انا حطها في الاول. ولو مش عايزة تحط سمنة خالص ما تحطيش، كده كده اللحمة بيكون فيها نسبة دهون، بس اللحمة المفرومة بتاعتي دي حمرة، نسبة الدهون فيها يعني ممكن تكون 5%. هبدأ انزل بالبهارات، معايا معلقة ملح صغيرة، معلقة سكر برضو صغيرة، معلقة كزبرة، نص معلقة فلفل اسود، رشة حبهان بودر، ورشة جوزة الطيب. عايزة تحط السبع بهارات عندك براحتك، عايزة تحط بهارات اللحمة مفيش مشكلة، عايزة تحط قرفة اللي انت بتحبيه حطيه. خلاص كده البهارات كلها اتحطت واتوزعت. هبدأ انزل بالطماطم، عندك طماطم فريش حطي، عندك طماطم اللي هي المعلبة ديت الصلصة حطي براحتك، دي طماطم انا بشراها، مجرد ما الطماطم هتنزل السوائل بتاعتها هبدأ اقفل النار، لان انا عايزة اللحمة بتاعتي يكون فيها سوائل، سوائل زي ايه؟ زي صوص الطماطم كده. وخلاص خلصتها، هتاخد غلوة بس واحدة، وهنبدا نحضر البشاميل وخلاص كده، مفيش اي حاجه تانية، ما خدتش معانا وقت نهائي. ادي اللحمه وهي فيها الصوص، هو ده اللي انا عايزاه، شايفينه عامل ازاي؟ يلا بينا نحضر البشاميل ونكمل بقى اللازانيا. هنحضر البشاميل مع بعض، معايا لتر حليب ومعايا لتر شوربه، دي شوربه لحمه، عندك شوربه فراخ، اما عندكيش شوربه وعايز تعملي شوربه ممكن تشتري اللي هي المكعبات اللي هي بيكون في السوبر ماركت. ومعايا معلقتين زيت ومعلقتين سمنة ودقيق، هي ديت مكونات البشاميل. هنبدأ نركبه مع بعض. هبدأ انزل بالمادة الدهنية، وبعد كده هنزل بالدقيق، وابدأ احورهم مع بعض لغاية ما الدقيق ياخد اللون الذهبي الفاتح. علشان تاكلي بشاميل طعمه حلو لازم تسوي الدقيق، لكن لو ما سويتيش الدقيق او لو عملت البشاميل على بارد هتحسي ان طعم الدقيق نايم. هبدا احوره مع بعض لغايه ما تشمي ريحه الدقيق، طلعت ان هو استوى خد اللون الذهبي الفاتح، انا مش عايزاه يبقى غامق. خلاص كده خد اللون الذهبي اللي انا عايزاه وريحته بدات تطلع، هنزل باللبن. اللبن خليه يكون عادي بدرجة حرارة المطبخ، هو والشوربة، علشان لو نزلت بيهم على طول وهما سخنين الدقيق هيكتل منك وهيبقى صعب ان انت تفكيه غير لو ضربتيه في الخلاط. انا هبدأ اقلبه، وبعد كده انا عايزة البشاميل بتاعي يكون القوام بتاعه خفيف جدا عشان هو اللي هيسويلي اللازانيا.
هقلبه كويس جدا علشان الدقيق ما يكتلش تحت. انا خفقت الدقيق كويس قوي، شايفينه ما فيهوش اي تفريزات ولا اي حاجه، قوامه حلو جدا. هسيبه لغايه ما يبدا يعمل معايا قوام، بس يكون قوام خفيف جدا علشان هو اللي هيسوي معايا اللازانيا. شايفينه عامل ازاي؟ نبدا نركب مع بعض اللازانيا. حطيت شويه زيت على سمنه، حلو قوي كده، وهحط شويه بشاميل. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ هو ده القوام اللي انا عايزاه. هبدا انزل باللازانيا كده، هبدا انزل برضو بشويه بشاميل، وهنزل باللحمه. شايفين اللحمه فيها صوص حلو، هيدي لون حلو برضو للازانيا، وفي نفس الوقت هيكون طعمها حلو جدا، غير ان هي تدي لون. كمان بالشكل ده، وهكسر واحدة برضو بالشكل ده، هحطها بالشكل ده، وهنزل بشوية بشاميل. كمل انا الطريقه بنفس الشكل وهرجع لكم بعد ما اخلصها. خلاص دي الطبقه الرابعه، هبدا احط برضو عليها البشاميل. هي بتكون اربع طبقات، بناكلها بره طبعا قبل كورونا. طبعا هي بتبقى تكون لازانيا بس ما بيبقاش فيها لحمه، هو بيبقى صوص بشاميل وصوص طماطم بالبصل. عندك بقى كريمه لباني، حطي. انا هحط شويه جبنه موتزاريلا، هتديها مطه حلوه ولون حلو. عندك قشطه، حطي براحتك اللي انت عايزاه حطيه. خلاص كده، دي نفس التكنيك الايطالي. طبعا هما بيحطوا ريحان، لكن الريحان غير متحمض دلوقتي. انا هدخلها في الفرن على درجه حراره 200 في الرف الوسطى لغايه ما تاخد لون، واللازانيا تستوي معايا يعني ممكن تاخد نص ساعة. هدخلها الفرن واوريكم شكلها ايه بعد ما يطلع. وادي شكل اللازانيا بعد ما طلع من الفرن، ما اخدتش كمان اكتر من نص ساعة، مستوية قوي، وهوريكم شكلها عامل ازاي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب، ودعموني باللايك، وهستنى تعليقاتكم الحلوة، وشجعوني. اشوفكم في وصفة جديدة وفيديو جديد.